نرى مستقبل محمد صلاح؟ هل في البقاء مع ليفربول أم في رحيل واختيار تحدي جديد؟ وجهة نظرك. My point of view, I would stay. من وجهة نظري أقول أن عليه أن يستمر ويبقى. إذا لم يفز، إذا لم يكن ليفربول قد فاز بالدوري، أقول أنه ربما كان ينبغي عليه أن ينتقل إلى بطولة أخرى ويفوز بدوري في بلد آخر. ولكن بما أنه حقق دوري، فربما يجب أن يثبت نفسه في نسيج فريق ليفربول، بل ويفوز مرة أخرى ومرة أخرى ومرة أخرى بالدوري. أعتقد أنه في الوقت الحالي هو فاز بكل الألقاب، بطولة العالم ودوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي. ربما التحدي الحقيقي هو أن يعيد الفوز بهذه البطولات مرة أخرى. أعتقد أنه لابد أنه يكون ملتزم مع هذا الفريق ويعيد تكرار الإنجازات.